الحمد لله، انتهت هذه الأيام بخيرها وشرها، والحمد لله على كل حال. الحمد لله حتى البطارية اشتغلت، الحمد لله. ما توقعت 4 أيام السيارة ما شغلناها، لله الحمد من قبل ومن بعد، ونسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة ويزيل هذا الوباء من بلدنا، بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. يا سلام على حمام المدينة، شوفوا ما شاء الله متجهين إلى هنا، إنه الأخ هنا ما شاء الله حط لهم أكل، جايين يأكلوا من هذا الأكل. شوفوا الناس كيف انبسطت، الحمد لله بدأوا يطلعوا، وهذا ممشى جادة قباء. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك. السلام، ما في أحلى من صباح تتمشى فيه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين هذه جادة قباء، تمشي كذا إلى المسجد النبوي الشريف، وهنا حتمشي إلى مسجد قباء. شوف واضح مسجد قباء هناك، فيا رب لا تحرمنا من هذه النعمة اللي نحن فيها. شوفوا سبحان الله، الناس كأنها ما صدقت متى تيجي الساعة 6 عشان يخرجوا. شوف ما شاء الله هنا في الجادة، اللهم بارك، صار في ازدحام في الناس، كلهم خرجوا طفشانين من البيوت. يا رب أزل عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. سبحان الله، اليوم لما خرجت من السكن شممت رائحة النصر، كأني انتصرت في معركة. ليش أنا أتكلم هذا الكلام؟ سبحان الله، كان أمس عندي بث مباشر، وكان عنوان الحلقة نحن نقرأ كتاب يوميا، كتاب الفصول في سيرة الرسول، عن طريق البث المباشر على قناتي. فكنا أمس نتحدث عن غزوة حنين، فأنا شبهت الوضع اللي نحن فيه بغزوة حنين، لعلكم تطلعوا على هذه الغزوة وتستشعروا ما فيها من دروس، تعلمنا الدرس من الكورونا اليوم هذا. والحمد لله على تمام نعمه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. إن شاء الله موعدنا يوم الأحد بإذن الله تعالى في هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حنقول لكم بعض الصور والتغطيات من المسجد النبوي، وهذا مسجد الغمامة، هنا مسجد أبو بكر الصديق، وهذا هنا مسجد علي بن أبي طالب، مصليات الأعياد. كنا نتمنى أن نصلي العيد هنا، لكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله، انشراح ما بعد انشراح، خضار ومياه ولا أروع. وبمدينة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء أروع أكثر. حياكم الله مجددا من هنا من هذه المزرعة الجميلة، ومع أصوات المدافع. الله الله الله. خلاص الدبابات حتشتغل ما شاء الله، صار لها فترة واقفة ما شاء الله. معنا فضيلة الدكتور عبد العزيز الرفاعي، حياكم الله، الباحث في السيرة النبوية ما شاء الله، دكتوراه أيضا في تخصص القرآن الكريم والقراءات كذلك، اللهم بارك، الله يعطيك العافية. كمان اليوم يعني ضيافة طيبة من الدكتور، الله يجزيك الخير، يعني هذا بعد انقطاع الحمد لله طال، الحمد لله تيجي قريب الذبائح مفطحات. نسأل الله أن يتم علينا الفرج الكامل بإذن الله تعالى. يلا أيام تهون إن شاء الله. آمين إن شاء الله، وإن غدا لنظره قريب يا رب. الله يكرمنا ويكرمكم ويكرم الجميع يا رب. مرت تلك السنون وأهلها وكأنهم ما كانوا. يا سلام يا رب. وكأنها وكأنهم ما كانوا. يا رب يا الله يفرج. ما مضى مما مضى فقد مضى، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى. الحمد لله، راحت حلوها ومرها. الله الله. أنا من اليوم بلف المزرعة، بأوريكم النخل الصنوان وغير الصنوان، لأن الله تعالى يقول: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. فما هو الصنوان وما هو غير الصنوان؟ الصنوان قالوا هذا هو الصنوان، الشجرة أو النخلة اللي لها جذور حولها ولها فروع، وأصلها في جذع واحد مثل هذه. شوف هذه نخلتين، نخلة هنا صغيرة، شوف نخلة هنا، وأصلها داخلة في أصل واحد في جذع واحد، هذا هو الصنوان. وهذا غير الصنوان، لها جذع واحد فقط، ما في حولها جذوع أخرى أو فروع أخرى.
لعله واضح. ما شاء الله، جزاك الله خير. يا أرض مكة خافقي ناداك، يشتاق تربتك وطيب هواك. يا أرض مكة والحنين يهزني، ويهز قلبا هاج من ذكراك.